الأسئلة على هل أف أم. كل الأسئلة. سؤالنا الخامس في حلقة اليوم متابعينا الأعزاء، ماذا سيقول الدكتور مسلم العريمي بمؤتمر الوراثة الجزيئية المرضية للعمى الوراثي واللي راح يكون في الولايات المتحدة؟ سؤالنا متابعينا الكرام أكيد نطرحه على الدكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاص في علم الجينات والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. مساك الله بالخير دكتور. مساء النور اختي خلود، احب امسي عليك وعلى الساده المستمعين عبر اذاعه الاخر. حياك الله دكتور، يعني اول شيء بارك لك اختيارك كاحد المتحدثين الرئيسيين بهذا المؤتمر. شكرا اختي خلود، شكرا، بارك الله فيك. يعطيك العافيه. يعني مباشره دكتور، يعني هذا المؤتمر مؤتمر عالمي، كيف جاءت مشاركتك او اختيارك كاحد المتحدثين فيه؟ نعم، هو حقيقة المشاركة في المؤتمرات الدولية أو المساهمة في المحافل العلمية تأتي ضمن أطر تطوير المعرفة العلمية والعملية من أجل تنعكس إيجابيا في النهاية على الجانب الخدمي، وهذا اجتياز وزارة الصحة بالنسبة لجميع الكادر الطبي العامل فيها. حقيقة مؤتمر الجينوميك ميديسن أو الطب الوراثي هذا يعقد بشكل سنوي، تجمع فيه خبرات دولية من كل مكان في العالم، يطرحوا الجديد أو تجاربهم في مجال العلاج الجيني أو فيما يختص بمعنى التشخيص أو استخدام التقنيات المخبرية الحديثة من أجل التشخيص الجيني الدقيق، ومن ثم ينبني عليه ترتيبات أخرى علاجية وقائية وغيرها. حقيقة يعني لي مساهمات سابقة في مؤتمرات دولية، وبالتالي كنت من ضمن الأشخاص اللي راسلوهم في المؤتمر يطلب منهم المشاركة كمتحدث رئيسي، ويعني أرسلت لهم ملخص لبحث أنا أجريته وأنهيته هنا يعني، فتم قبول هذا البحث وأصبحت أحد المتحدثين في هذا البحث. إذن الآن حدثنا دكتور عن هذا البحث اللي راح اللي كان مفتاح أيضا وجودك في هذا المؤتمر. نعم، هو عادة البحث يتعلق ب يعني هو مواصلة للنتائج اللي حققتها أثناء دراستي في مجال الوراثة الجزيئية الخاصة بالذات كان تخصصي في مجال العمل الوراثي للأطفال، وتمكنت بفضل الله من اكتشاف جين يعني متميز وسجل باسمي واسم السلطنة في المحافل الدولية. طبعا تتابعا لهذا الشيء أنا كذلك اشتغلت على عوائل قريبة من مجتمعنا اللي هي مجتمع اللي هو احنا نسميه الأمراض المتنحية، يعني زواج حاملين نفس الصفات الجينية، وبالذات كان عن مرض العمل الوراثي للأطفال. وفي تجربة دقيقة اشتغلت على جين هو معروف هذا الجين، لكن كان في صعوبة في التوصل إلى الطفرة الوراثية المسببة لعدد عائلتين يعني. ففي النهاية الحمد لله باستخدام طرق حديثة تم تطويرها استطعت أن أصل إلى الطفرة الوراثية. فمحور حديثي راح يكون عن هذه الطريقة اللي أدت في النهاية إلى اكتشاف الطفرة الوراثية في سلسلة كانت جدا صعبة التعامل معها. جميل جميل دكتور. أيضا أنا عرفت أنه عندك ثلاث أعمال تم توثيقها في الموسوعة الدولية لعلوم الوراثة الإنسانية، خبرني شوي أكثر عنها. هو حقيقة جميع ما نشرته أثناء دراستي وبعد دراستي حقيقة من مقالات علمية لازم الموسوعة الدولية للوراثة الإنسانية دائما توثق الأعمال اللي تقدم شيء جديد، وبالتالي توثيق الأعمال هذا كان خطوة مهمة جدا بالنسبة لي، يعني كي يظل يعني أصبحت الآن مرجع لجميع الباحثين اللي أتوا من بعدي في هذا المجال، وبالتالي كان لابد من توثيق هذه الأعمال. هي حقيقة جميعها في أمراض العمل الوراثي، لكن كان في جينات مختلفة وصفات وراثية لأمراض مختلفة متلازمة وغير متلازمة. نعم، خليني شوي أرجع دكتور أيضا للمؤتمر، ليش المؤتمر ركز على العمل الوراثي هذه المرة؟ يعني هل في مثلا مؤشرات معينة عالمية إنه هذا الموضوع أصبح منتشر طفى على السطح؟ إيش الإشكالي؟ هل هناك معايير معينة يتم على أساسها اختيار مواضيع المؤتمر اللي انت قلت لي يقام سنويا؟ لا، هو حقيقة المؤتمر هذا اسمه الجينوميك ميديسن كونفرنس، يعني مؤتمر الطب الوراثي بشكل دولي، هو الحقيقة لا يختص فقط في العمل الوراثي، لا هو عنده عدة أقسام أو different sessions احنا نسميها، من ضمنها كان يعني مثلا الأمراض السرطانية. في بعض المختصين في هذا المجال خاصة من جامعة هارفارد الأمريكية ذات المستوى الكبير اللي راح يتحدثوا عن تجاربهم للعلاج الأمراض السرطانية ذات المسببات الوراثية، وفي سيشن يتعلق باستخدام تقنيات التحليل الـ DNA
الجيل الثالث في مجال تحديد أمراض وراثية عامة. فأنا ساهمت بمرض ببحثي في مجال العمل الوراثي فحط ضمن هذه المجموعات. ففي ثلاث مجموعات، مجموعة تتحدث عن أمراض سرطانية، مجموعة تتحدث عن أمراض العمل الوراثي وما شابهها من أمراض خلال الجيل الواحد، والمجموعة الأخيرة تتحدث عن تطويع استخدام الأدوية بناء على التركيب الجيني للمريض، وهذه طبعا نقلة علمية حديثة. دائما يعني ما أضافه علم الجينات حقيقة يعتبر ثورة شاملة في مجال الطب الدوائي، وبالتالي تلقى في تسارع في الإنجازات والمشاركات على المستوى الدولي، وإحنا إن شاء الله راح نكون طرف فيها بإذن الله. إحنا دائما أكيد فخورون فيك دكتور وبإنجازاتك ومشاركاتك، وهذا أكيد ينضاف لسجل حافل بالإنجازات. دكتور مسلم بن سعيد العريمي، اختصاصي علم الجينات والوراثة الجزيئية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، كل الشكر لك، الله يحفظك. شكرا أختي خلود، بس تصحيح، أنا رئيس الاستشارات الوراثية والطب الوراثي في مجال مركز الوراثي. يعطيك العافية، عذرنا يا دكتور، تستاهل كل خير، الله يحفظك. شكرا يا شكرا. مع السلامة، حياك الله. للمتابعين الكرام إلى فاصل، ومن بعدها رادين لكم ولسؤالنا الأخير. كل الأسئلة. كل الأسئلة. كل الأسئلة.